هاي ماتشيز، انيونج، ويلكم باك اور ويلكم تو ماي شانل اف يو ار نيو. فرح لابسه النضاره وماسكه لكم قلم وقدامها الكراسه بتاعتها، تعرفوا ان الموضوع النهارده موضوع مهم. كنت بدات سلسله جديده عندي على القناه، واول فيديو عملته قلت لكم ازاي تتعلموا اي لغه في العالم من الصفر من البيت، وقلت لكم كل المصادر اللي انتم محتاجينها. وبعدين قلت لكم ان انا هبتدي السلسله دي وهقول لكم لغه لغه بالتفاصيل. فقلتوا لي ان انتم عايزين نبتدي السلسله دي باللغه الانجليزيه، وبصراحة أنا معاكم في الرأي ده، لأنه اللغة الإنجليزية أو إنجليش عامة لغة مهمة جدا في العالم بتاعنا. بحس إن هي لو أنتوا مقررين تتعلموا لغة، دي لازم تبقى أول لغة أنتوا عارفينها، لأن بصراحة يا جماعة مش هنضحك على بعض، هي لغة مهمة جدا. بصوا أنا بس عايزة أعرفكم كده، أول حاجة إن أنا في فيديو النهاردة هقول لكم إزاي تتعلموا الإنجليش أو اللغة الإنجليزية من الصفر في البيت. مش هتكلم عن ان انتوا تروحوا تاخدوا كورسات او كده، لانه ببساطة جدا اي حد عايز يتعلم لغة ممكن يروح كورسات، والموضوع بصراحة بيبقى حلو وبيبقى ممتاز، وفي حد بيراجع وراك وبيبقى في امتحانات بيبقى في حل. فانا شخصيا بحس انه موضوع الدروس او ان احنا نروح كورسات وكده ده موضوع حلو جدا، ولكن انا عارفة انه مش كلكم في امكانياتكم الموضوع ده، او في ناس بتفضل ان هي تتعلم مع نفسها في البيت، وانا معاكم في ده. فانا في فيديو النهاردة مش هكلمكم خالص عن الكورسات الحاجات دي، اي حد عايز يروح ياخد كورس يروح يعمل كده. احنا النهارده هنتكلم وهنركز عن ازاي تتعلموا انجليش من البيت من الصفر لوحدكم من غير اي حد. خلونا نبتدي الفيديو ده الاول واقول لكم انتوا ليه اصلا المفروض تتعلموا انجليش. اول حاجه يا جماعه، طبعا انا اتخرجت خلاص وشفت في العمل عامة، اما تيجوا تروحوا تقدموا على اي شغل، بجد يا جماعة اي شغل مهما كان مجالكوا ايه، اول حاجة بيبصوا عليها في السي في معاكوا كام لغة، مش هقولكوا لغة واحدة، معاكوا كام لغة، وطبعا بيختاروا الشخص اللي معاه لغات اكتر. ولكن في شركات وبعض الاماكن مش بيطلبوا لغات كتيرة، ولكن بيطلبوا ان انت تكون عارف اللغة الانجليزية، او مش عارف تكون متقنها كمان. واللي بشوفه بيحصل اكتر ان هما بيطلبوا منك تعمل كده زي امتحان اللي هو تحدد مستواك في الانجليش وتجيب شهادة بالموضوع ده. فانت اصلا لو مش بتعرف انجليش، مش بتعرف تتكلم، مش محدد مستواك فيه، معكش شهادة في الانجليش عامة، للأسف يا جماعة، ودي الحقيقة، يعني انا بكلمكم عن الحقيقة اللي انا بشوفها دلوقتي في الشغل. الحقيقة اي حد معوش اللغة الانجليزية مش بيتقبل في الشغل للأسف، غير بقى لو انت شغلك فريلانس او حاجة زي كده. فببساطة عشان تشتغل لازم تكون بتعرف تتكلم انجليش. تاني حاجة محتاجين تحددوها لنفسكم، انتوا ليه اصلا بتتعلموا اللغة دي؟ انتوا فين دلوقتي وعايزين توصلوا لإيه؟ يعني ايه انتوا فين دلوقتي؟ يعني تحددوا انتوا مستواكوا دلوقتي في الانجليش ايه؟ لان في ناس بتاخد انجليش في المدارس، فبالتالي اكيد مستواكوا مثلا مش هيكون صفر، وفي ناس مش بتاخد انجليش في المدارس، ما يعرفوش اي حاجة عن الانجليش، فبالتالي مستواهم هيبقى صفر. ازاي تحددوا مستواكوا؟ طبعا في اماكن كتيرة بتعمل تحديد مستوى للانجليش، ولكن ده بتضطروا تدفعوا فيه فلوس. فانا هقول لكم الحل الامثل اللي ببلاش. في ويب سايت اسمه language.com، بتخشوا عليه وتشوفوا مستواكم في الانجليش. ليه بنعمل الموضوع ده؟ عشان بس نعرف احنا فين في اللغه الانجليزيه، والموضوع ده مهم جدا، وتشوفوا انتوا عايزين توصلوا لفين بعد كده. دي كده حاجات بس ايه حبيت اوضحها لكم، لان كلها حاجات مهمه تعرفوها. ايه هو المصدر اللي احنا هنعتمد عليه عشان نتعلم اللغه الانجليزيه؟ الانترنت. النت يا جماعه، مش محتاجين اكتر من كده بجد. انا بجد يا جماعه كتبت لكم كل حاجه وبخطط عليها، عشان انا عايزاكم بجد تستفيدوا من الفيديو ده واقول لكم اهم النقاط. فلو لقيتوني ببص في الكراسه بتاعتي معلش، بس عشان ايه حابه ان انتوا بجد تاخدوا كل المعلومات من الفيديو ده. خلاص احنا قلنا ايه هو المصدر، الانترنت. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ في اول نقطه مهمه جدا لازم تكونوا عارفينها، وحاجه لازم تعملوها، وهي ان انتوا تحيطوا نفسكم باللغه الانجليزيه كل يوم. يعني ايه فرح نحيط نفسنا باللغه كل يوم؟ مش فاهمين، تعالوا فهمكم. في كده مقوله شفتها انه النجاح ناتج عن العادات اليوميه اللي احنا بنعملها كل يوم، وعلى فكره دي حقيقه. يعني ان احنا عشان نوصل لحاجه ناجحه او نعمل حاجه ناجحه في حياتنا، لازم كل يوم نعمل حاجه صغيره من العادات دي عشان نوصل للي احنا عايزينه. فببساطه جدا احنا دلوقتي هدفنا ان احنا نتعلم اللغه الانجليزيه، هنعمل ايه؟ هنحيط نفسنا باللغه الانجليزيه. طيب هنعمل ايه يعني يا فرح؟ تعالوا اقول لكم. اول حاجه او اول خطوه محتاجين تعملوها ان انتوا تسمعوا اللغه، سماع اللغه. سماع اللغه دي ليها يعني حاجات كثيره قوي، تعالوا اقول لكم ازاي. اول حاجه ان احنا هنسمع اغاني، ولكن احنا مش بنسمع اغاني بغرض الرفاهيه، ولكن احنا بنسمع اغاني عشان نتعلم فوكاب. يعني ايه فوكاب؟ يعني كلمات. تاني حاجه ليه برضو بنسمع اغاني؟ عشان نتعلم النطق، البرونونسيشن. النطق من اهم الحاجات بالذات في اللغه الانجليزيه، فاحنا ازاي النطق بتاعنا هيبقى كويس لما نسمع اللغه كتير. طبعا زي ما قلت لكم اول حاجه الاغاني، ولكن في ناس مش بتحب تسمع اغاني، فالموضوع ده عادي جدا. لو انتم من الناس اللي مش بتحب الاغاني هنعمل سكيب عادي جدا.
جدا في حاجات تانية كثيرة. تاني حاجة ممكن تعملوها عشان تسمعوا اللغة ان انتوا تفتحوا بودكاست. هتكتبوا على اي ابلكيشن عندكم، سبوتيفاي عندكم، في على جوجل تقريبا ابلكيشن اسمه بودكاست، هتكتبوا بودكاست انجلش وتشوفوا اي بودكاست انتوا عجباكم، لانه مش شرط، انا في حاجات بحبها في حاجات انتوا مش بتحبوها، فانا مش هرشح لكم بودكاست معينه، انا بس هقول لكم ان انتوا تسمعوا البودكاست. لو انتوا متعرفوش يعني ايه بودكاست، باختصار ان ناس بتتكلم، هي ناس بتتكلم، فانتوا تحطوا السماعات في ودانكم او تشغلوها وانتوا بتعملوا مثلا مهام اليوميه، مثلا تعملوا مواعين، تعملوا حاجه في دلابكم، بترتبوا الاوضه، هتروحوا مشغلين، او مثلا حتى في السكه للمدرسه، في السكه للجامعه، تعملوا اي حاجه يوميه يعني في عاداتكم اليومية، هتروحوا مشغلين البودكاست. دي هي زي بديل للأغاني، بدل ما نشغل أغاني هنشغل بودكاست، هنسمع فوكاب أو كلمات جديدة كتير، والموضوع ده هيعلمنا. برضو هنسمع البرونسيشن أو النوت، ودي حاجة برضو مهمة جدا. أكتر الناس، أو لما باجي أسأل الناس انتوا ازاي البرونسيشن بتاعكوا حلو في الإنجليش، وانتوا برضو بتقعد تسألوني فرح انتي ازاي نطقك حلو في الإنجليش، بقعد أقول لكم ان انا سمعت إنجليش كتير قوي في حياتي، خلاص انا لقط من الناس اللي بتتكلم انجليش اللي هي لغه الام بتاعتهم، لقطت منهم وبقيت اتكلم زيهم. فهو المفتاح كله في ان انا اسمع انجليش كتير قوي. فاول حاجه الاغاني، تاني حاجه البودكاست، تختاروا البودكاست اللي انتوا عايزينها، اي حاجه بقى الناس بيتكلموا في اي حاجه، شوفوا انتوا بتحبوا مجالات ايه في الكلام واختاروا ده. تالت حاجه وهي الافلام، برضو زي ما قلت احنا مش بنتفرج على الفيلم قوي عشان نستمتع اكتر ما احنا بنسمعه لغرض الدراسه والفهم. طيب ازاي هنذاكر من الفيلم؟ لان برضو الموضوع ده كده ليه طريقة معينة. هنجيب الفيلم قدامنا وهنشغل تحت كلمات الفيلم بالإنجليش مش بالعربي. طب ليه فرح الموضوع ده؟ انتوا ممكن تعملوا برضو بالعربي، هقولكم ليه او ايه الفايدة، بس خلونا الاول نتكلم في الانجليش. هنشغل الفيلم ونكتب السبتايتل تحت بالانجليش، عشان وهم بيتكلموا، بالذات لو انا في الاول بتعلم يعني اللغة في الاول، هكون في كلمات انا مش مجمع هو اصلا بيقول ايه، ايه الكلمة دي اصلا. يعني مثلا لو هو قال hello my name is blah blah blah، انا مش هقدر بوداني اجمع ان هو قال hello my name is blah blah blah. انا مش يعني في الاول بجد بالذات احنا السماع بتاعنا مش بيبقى قد كده، لما الكلام يبقى مكتوب قدامنا لا هنفهم ان هو لا ده قال كذا كذا كذا. فلات سي مثلا هو قال كلمة احنا اول مرة نشوفها في حياتنا، هنروح عاملين pause للفيلم، هنكتب الكلمة اللي احنا سمعناها. وبالتالي عشان كده انا بقول لكم لازم يكون مكتوب السبتايتلز تحت، عشان السمع بتاعنا مش هيبقى صح ان هو يجيب لنا الكلمات او الحروف صحيحة، فيكون عندنا كلمات الفيلم، هناخد الكلمة وندونها عندنا في الكراسة بتاعتنا. طبعا احنا السبتايتلز بتاع الفيلم بالانجلش، فانا مش فاهمة يعني ايه الكلمة دي. يعني مثلا لقينا في الفيلم واحد بيقول سكين كير، فانا لقيتها مكتوبة سكين كير بس انا معرفش يعني ايه سكين كير، فبالتالي هروح كاتباها في الكراسة بتاعتي سكين كير، وافتح جوجل اكتب يعني ايه سكين كير، هيروح كاتب لي مثلا عناية بالبشر، اروح كاتب سكين كير يعني عناية بالبشر. هنمسك بقى الفيلم كله حرفيا، ممكن تقسمه حتى الفيلم 10 دقايق 10 دقايق وهكذا عشان الموضوع بس يكون بسيط، وهنكتب الكلمات اللي احنا شايفينها جديدة علينا معناها بالعربي وهنذاكرها، مش هنكتبها كده بس بغرض المتعة والفنفنة، لا زي ما قلتلكو الموضوع احنا واخدينه بجدية، فبالتالي احنا بنذاكر مش بنستمتع قوي، ولكن الموضوع ممتع، احنا برضو بنتفرج على فيلم، فبالتالي زي ما قلتلكو هندون الكلمات بالانجلش ونجيب معناها بالعربي ونبدأ ان احنا نذاكرهم ونحفظهم. بالطريقة دي احنا بنحفظ كلمات كتير جدا، فهيبقى عندنا لما نيجي نخلص الفيلم هيبقى بجد عندكو حصيل كلمات كبير جدا، ومعظمها هتبقى كلمات مهمة، لان الحاجات اللي بتتقال في الافلام وفي الاغاني بتبقى معظمها الكلام المهم، فبالتالي انتوا هيجيلكوا حصيلة كلمات كبيرة مهمة وهتتكلموا انجليش بسرعة. كده اتكلمنا عن نقطة مهمة جدا، ان احنا نحيط نفسنا باللغة يوميا، واول حاجة قلتلكوا السماع، قلتلكوا تعملوا ايه من ناحية السماع. هنخش على بعض وهي الكتابة. الكتابة من اهم الحاجات، لانه انا عارفة كلمة هلو، عارفة ان هي بتتقال كده، بس هلو فعليا بتكتب ازاي؟ مش هنعرف غير لما نكتب، فلازم نكتب H E L L O، هلو بتتكتب كده. الكتابة مهمة جدا جدا، بالذات برضو لو احنا هنشتغل باللغة دي هنكتب كتير باللغة دي، فبالتالي الكتابة مهمة. طيب ازاي نمارس الكتابة؟ طبعا غير ان احنا بنذاكر بالكتابة هقولكم طرق تانية. عارفين في فيديوهاتي على طول بقولكم ان انا بعمل حاجة اسمها to do list، او اللي هي اليوميات بتاعتي انا ورايا ايه، مش هنكتبها بالعربي، يعني مش هكتب انا ورايا ترتيب الغرفة، انا ورايا مذاكرة درس كذا، مش هنكتب بالعربي، هنكتبها بالانجلش.
ليه فرح هنعمل كده؟ عشان برضو نتعلم كلمات جديدة ونتعلم الكتابة. طيب انا مثلا هكتب النهاردة ورايا مذاكرة درس كذا. يعني ايه مذاكرة مثلا درس العلوم؟ انا معرفش يعني ايه مذاكرة اصلا، معرفش يعني ايه درس، ومعرفش يعني ايه العلوم. فهنعمل ايه؟ هنفتح جوجل نكتب برضو الجملة دي، مذاكرة درس العلوم، فحاجة لي مثلا studying science مثلا، فانا اتعلمت جملتين جداد، اتعلمت جملة جديدة، اتعلمت كلمتين جداد. بصوا بقى هتكتبوا الليست بتاعت اليوم كلها، فهتعرفوا جمل كتيرة جديدة، وفي نفس الوقت بتدربوا نفسكوا على الكتابة. الموضوع ده مهم جدا، انسوا يومياتكم اللي بتكتبوها تكتبوها بالانجلش مش بالعربي. صدقوني الموضوع ده هيخليكوا تتكلموا انجلش اسرع. اوكي، حاجه كمان ممكن تعملوها عشان تتعلموا الانجلش بسرعه، وهي تتفرجوا على يوتيوبرز بيتكلموا بالانجلش. الموضوع ده انا شخصيا علمني انجلش كتير قوي. ليه؟ لانه اليوتيوبرز لما بيجوا يتكلموا في فلوجات مثلا اداي ان ماي لايف، اللي هو فلوج يوم في حياتي، بتعلم زي ما قلت لكم اولا الكلام اللي هما بيتكلموه مع بعض في اليوم بيبقى اكتر كلام شائع، بتبقى كلمات بسيطه مش كلمات معقده، بتبقى الكلمات اللي هما بره بيستخدموها كتير قوي. فانا كواحده مش عايشه مثلا في امريكا او مش عايشه في حته بيتكلموا فيها انجلش، هعرف هما بيستخدموا كلمات ايه يوميا. ففكره ان انتوا تتفرجوا على مقاطع باللغه الانجليزيه، وبالذات انا بفضل اليوتيوبرز اللي هما بيصوروا يومهم او اداي ماي لايف او الفلوجات دي، بتبقى حاجه طبيعيه قوي، وهتساعدكم جدا ان انتوا برضو تتعلموا اللغه. وممكن تشغلوا كمان لما تيجوا تتفرجوا على اليوتيوبرز، تشغلوا اللي هي الترجمه التلقائيه او اوتو كابشن تقريبا اسمها بالانجلش، وتدوسوا على انجلش، بحيث ان البنت وهي بتتكلم انجليزي انتوا برضو ممكن ما تفهموش هي بتقول ايه، فبالتالي هيطلع لكم كده الترجمه تحت بالانجلش، فهيبقى قدامكم الكلمات بالانجلش، فممكن تقدروا تجمعوا اكتر واسرع. اوكي، هنخش بقى في الحاجات المهمه وهي القواعد والدراسه عامه. ازاي نذاكر يا فرح؟ بصوا يا جماعه، بالذات طريقه المذاكره هو ما فيش طريقه معينه هي دي اللي انتوا هتمشوا عليها، لان زي ما قلت في فيديوهات كتيره قبل كده اللي هي ليها علاقه باللغه، انه كل واحد ليه طريقه دراسه معينه، كل واحد ليه طريقه بيرتاح فيها في المذاكره. فدي حاجه هترجع لكم انتوا ازاي تذاكروا او طريقه المذاكره، لان هي ما فيهاش طريقه، ولكن كده في تريكات فانا هقول لكم عليها. اصلا هتتعلموا انجليش منين؟ ببساطه جدا يا جماعه، بجد يوتيوب، زي ما بقول لكم في اي لغه، افتحوا يوتيوب واكتبوا ازاي اتعلم اللغه الانجليزيه او هاو تو ليرن انجليش، يطلع لكم قنوات كتيره جدا. يعني انا شخصيا كفرح ما اتعلمتش انجليش من يوتيوب، اتعلمته من المدرسه، فمعرفش قنوات للاسف انجليش او بيعلموا انجليش، ولكن صدقوني اكتبوا كده على يوتيوب ازاي اتعلم اللغه الانجليزيه، هتلاقوا قنوات كتيره طلعت لكم. افتحوا القنوات وشوفوا هترتاحوا مع مين، لان انا ممكن اقول لكم على حد وما ترتاحوش معاه، فانتوا دوروا بقى في الموضوع ده، ممكن ياخد منكم وقت شويه، بس صدقوني هينجز لكم حاجات كتيره قوي. اتفرجوا على قنوات كتيره بيعلموا اللغه بالانجلش، عايزين تتعلموها بالانجلش، عايزين تتعلموها بالعربي، شوفوا هترتاحوا مع ايه، وشوفوا هترتاحوا مع مين، وهو ده اللي اثبتوا معاه. فاول طريقه تقدروا تتعلموا منها ببلاش هو اليوتيوب، بجد اسهل اسرع وارخص طريقه تقدروا تتعلموا بيها اللغه، وصدقوني بينفع. الموضوع بس عايز منكم شويه مجهود بصراحه، يعني بالذات ان احنا لما بنتعلم في البيت غير لما نروح كورسات، هيحتاج منكم مجهود اكتر، هيحتاج منكم استمراريه بصراحه، مش هكتب عليكم. ايه اللي احنا محتاجين نتعلمه كدراسه في الانجليش؟ اول حاجه الفوكاب. يعني ايه فوكاب؟ يعني الكلمات. افضلوا احفظوا في كلمات طول ما انتوا قاعدين كده، عمالين تحفظوا في كلمات. عشان كده في اول الفيديو قلت لكم طرق ممتعه ان انتوا تتعلموا بيها كلمات جديده في الانجليش. فاول حاجه الكلمات او الفوكاب. تاني حاجه القواعد او الجرامر، دي حاجات برضو لازم تتعلموها عشان تقدروا تكونوا جمل. يعني انا دلوقتي عندي حصيل كلمات او فوكاب كتير، ازاي بقى اكون الجمله؟ محتاجين قواعد. تالت حاجه زي ما قلت لكم النطق او البرونسيشن، وقلت لكم ازاي تقدروا تحققوا ده بطريقه سهله وبسيطه جدا. دول ابسط ثلاث حاجات، هتعملوا الثلاث حاجات دول هتعرفوا تتكلموا انجليش ان شاء الله مع الوقت. وكمان طبعا العادات اليوميه، زي ما قلت لكم لازم كل يوم تمارسوا اللغه، حتى لو انا مش هذاكر اللغه بس اسمعها، اسمع بقى اغنيه، اسمع بودكاست، اتفرج على فيلم لمده 10 دقايق، بس المهم امارس اللغه في اليوم، كل يوم كل يوم لازم امارس اللغه باي طريقه، تذاكروا بقى، تسمعوا اي حاجه. انا بجد مش هقدر اقول لكم الموضوع ده مهم قد ايه، بس مش عايزه يعني اطول في الفيديو ده قوي، بس بجد الموضوع ده مهم جدا. عايزه اقول لكم حاجه ممكن تعملوها فيسكو اكتر عن المذاكره، اشتروا عارفين النوت بوكس اللي هي دي، يعني شكلها هيكون كيوت، واشتروا قلمه برضو كيوت، الحاجات دي بتحفزكم على المذاكره. انا معرفش لو انا الوحيده اللي كده ولا لا، بس انا مثلا اما بروح اشتري ادوات مكتبيه كيوت بتحفزني اكتر ان انا اذاكر. يعني انا مثلا كنت بتعلم اللغه الكوريه، كنت كده مخصصه نوت بوك او كراسه بتاعتي، نزلت اشتريتها، حسيت
كده شكلها كوري شويه، فبتحفزني ان انا اروح. انا عارفه الكراسه دي بتاعه اللغه الكوريه، بفتحها ببقى متحفزه قوي، شكلها كيوت، تحفزني للدراسه بجد. معرفش ايه العلم ورا الموضوع ده. قلم برضو يعني، بصوا قلم ده كيوت قوي، بيخليني كده عايزه اكتب بيه، معرفش، بس جت حاجات بسيطه ولكن بتاثر بجد في الدراسه. حاجه مهمه جدا بشوف الناس بيعملوها ان هم بيذاكروا فقط، ولا بيراجعوا ولا بيعملوا اي حاجه. فمهمه حاجه لازم كده تعملوها، ان انتوا مثلا لاتس سي اخدت درس النهارده، اوكي اتعلمت درس، هاجي بكره انا مش هخش على الدرس الجديد غير لما اتاكد ان انا راجعت الدرس الاول خلاص بقى بيرفكت بالنسبه لي، بقيت انا ممتازه فيه وخلاص، يعني مفيش اي حاجه فيه مش عارفاها. فالمراجعه على الدرس اللي قبليه قبل ما اخش في درس جديد، الموضوع ده مهم جدا، لان للاسف كتير مننا، ودي برده بتبقى مشكله، ان احنا كل يوم بنعمل درس جديد فكل القديم بيتنسى، وبنفضل نحط كده حاجات فوق راسنا وكل القديم بيتنسى غصب عننا. فلازم قبل ما نخش في اي درس جديد نراجع القديم. اخر حاجه بقى عايزه اكلمكم عنها النهارده، لان للاسف بشوفها كتير وانا كنت منكم، فقدان الشغف. خلونا مثلا نقول انا بقالي 6 شهور بتعلم اللغه الانجليزيه مع نفسي في البيت. الموضوع صراحه بالذات في البيت بيبقى ممل، وبنزهق كتير، وبنحس ان احنا لا خلاص بقى انا زهقت من اللغه دي، انا عايزه مش عايزه اتعلم، عني ما اتعلمت اللغه دي اصلا. فالموضوع ده بيحصل كتير كمان. فهقول لكم كده حاجه ممكن تعملوها لذيذه قوي، حاجه يعني تحفزكم كده من فتره لفتره، ان انتوا صوروا نفسكم في فيديو، اوكي، اول ما تبداوا خالص ان انتوا تتعلموا لغه وتكلموا انجليش، حتى لو مش عارفين قولوا مثلا هلو ماي نيم از، اي كلام بجد، اتكلموا الانجليش اللي تعرفوه، اوكي. وبعد مثلا 3 شهور صوروا نفس الفيديو واتكلموا انجليش، شوفوا التطور بتاعكم، وشوفوا الفيديو الاولاني اللي انتوا خدتوه في الاول خالص والفيديو اللي انتوا خدتوه بعد 3 شهور. بعد كده بعد 3 شهور كمان هتصوروا فيديو تالت، فهيبقى عندكم كده 3 فيديوهات بثلاث مراحل، فهتشوفوا التطور بتاعكم. لان انتوا للاسف لما تيجوا تتعلموا لغه، مثلا خلونا نقول انا بقالي 6 شهور بتعلم، زي ما قلت الشغف هيقل، فانا مش هبقى واخده بالي انا تطورت قد ايه، مع انه فعليا انتوا اكيد بتتطوروا في الشهور دي. فالحاجه بجد اللي حسيتها ممتعه قوي، صوروا نفسكم فيديوهات واتفرجوا على الفيديوهات وانتوا بتتكلموا انجلش، وشوفوا التطور بتاعكم. الموضوع ده هيحفزكم قوي 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 ان انتوا ما تبطلوش تتعلموا اللغه، هيحفزكم ان انتوا تفضلوا تكملوا لحد ما فعلا تبقوا في المستوى اللي انتوا عايزين توصلوا له. وبس يا اصدقاء، معلش اسفه ان انا طولت عليكم، بس بجد انا كنت عايزاكم تاخدوا كل النصايح اللي اقدر اديها لكم في موضوع تعلم اللغه، وصدقوني هي رحله، ورحله كبيره، اللغه بجد ما بتخلصش. انا لحد النهارده بتعلم انجليش من وانا تقريبا عندي 4 سنين، لحد النهارده في كلمات جديده بكتشفها عمري ما عرفتها في حياتي. فالموضوع عادي، هي بجد اللغه يعني هي مفتوحه، وما فيش حاجه اسمها اللغه منهج بيخلص، لا، ولكن صدقوني الموضوع مش صعب طالما انتوا التزمتوا مع نفسكم وما وقفتوش وما استسلمتوش في النص. صدقوني هتوصلوا للي انتوا عايزينه، بس محتاج مجهود شويه منكم وشويه مصابره واستمراريه، وصدقوني هتوصلوا للي انتوا عايزينه ان شاء الله. اتمنى ان تكونوا استمتعتوا بفيديو النهارده، وطبعا طبعا ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب كومنت شير، وشير اهم حاجه عشان الناس كتيره، انا عارفه موضوع اللغه الانجليزيه ده بالذات مهم، فنحاول نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من الناس. فانا عايزاكم تعملوا حاجه، خلونا برضو نفيد بعض، اكتبوا لي تحت في الكومنتس مثلا لو في حاجه ساعدتكم في تعلم اللغه الانجليزيه، او مثلا تعرفوا قنوات انتوا مثلا اتعلمتوا منها الانجليش وفعلا حسيتوا لا القنوات دي حلوه، اكتبوهم تحت في الكومنتس. يعني بصوا ساعدوا بعض، لو مثلا حد سال حاجه وانتوا عندكم المعلومه ساعدوا بعض، بحيث برضو ليه لا. وبس يا اصدقاء، ده كان فيديو النهارده، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي، انيونج.